الشباب طبعا كل فترة بيبقى ليهم كده ترندز معينة، تقاليع معينة، حاجات بيبتكروها، حاجات بيعملوها ايا كان. سواء حضرتك بتقدم برنامج، يعني سواء حضرتك مع الافكار دي او مش شايف ان هي حاجة جميلة، في النهاية ده الشباب وده فكر الشباب. مع ارتفاع اسعار الذهب وطبعا في مغالاة ما زالت مستمرة من بعض الاسر في متطلبات الزواج، بنتي تجيلها شبكة كذا عشان ما تبقاش اقل من بنت خالتها وبنت عمتها، المهم يعني. ففي مجموعة شباب بيحاولوا يدوروا على حلول، قال لك خاتم الدبلة بتاعت الجواز او بتاعت الخطوبة، خلينا نبدأ من الخطوبة الاول. دبلة الخطوبة دي اصلا غالية، عشان اجيب دبلة وطبعا العروسة هتقول لك لا انا عايزاها تخينة، عايزاها كده باينة بتاع، قصة يعني دبلتين مش حاجة قليلة. ففي مجموعة شباب فكروا في فكرة، قال لك انه بدل الدبلة دي لا انت ترسم تاتو او حنة، بس طبعا حنة يعني مش حاجة عملية، لانه الحنة مع غسلتين ثلاثة في الايد او يومين ثلاثة هتروح، تاتو بيرمننت حاجة تقعد بقى تترسم مكان خاتم الخطوبة او يعني خطوبة هنا والجواز هنا، فيعني والله قال لك هنرسم تاتو هنا فيبقى كانه الدبله. انا بس بسال سؤال واحد، هو الدب يعني طب لو لا سمح الله لا سمح الله فسخنا الخطوبه او اتطلقنا، وضع التاتو ايه بالظبط؟ يعني الواحد بالدبله بيقلع الدبله بيريح دماغه ويريح اللي قدامه، قلعنا دبله الخطوبه قلعنا دبله الجواز، طب التاتو هنعمل فيه ايه؟ دي نقطه. معلش في 30 ثانيه بس احكي لحضراتكم كده بعض كواليس هذا التقرير. يعني احنا في غرفه المونتاج الحقيقه يعني كلنا، يعني عايز اقول لحضراتكم انه كان في اختلافات في الاراء جوهريه بخصوص التقرير ده، يعني حقيقي يعني ربما كما لم يحدث من قبل. يعني مثلا زميلتنا سلمى رستم بروديوسر مساء دريم متحمسه للفكره جدا، وبعض الزميلات الاخريات برضو متحمسين للفكره. زميلنا بقى مصطفى سامي اسيستنت بروديوسر زميلنا العزيز، الحقيقه كل اللي نازل عليه طول ما احنا قاعدين بنشتغل على التقرير وبنمنتج حرام، التاتو حرام، التاتو حرام، فيعني الشيخ مصطفى التاتو حرام يا مصطفى، بس نشرح لك القصه، حرام التاتو حرام. احنا ايام يعني انا مش هتكلم في حرام ولا حلال، مش دوري خالص، بس انا بقول لهم انا سمعت والله اعلم ان الدكتور علي جمعه سئل من قبل عن موضوع التاتو، لانه ناس كثيره بتسال عليه الحقيقه، رجاله حتى وستات بيبقوا عايزين يعملوه بس بيبقوا عايزين يطمنوا انه مش حرام، فده عادي ان احنا نسال، مش حاجه عيب يعني ولا تفاهه على فكره خالص. فاللي سمعته قبل كده انه في فتوى انه لو التاتو ما بيتسببش في انه يعني في الجلد ده لايرز او طبقات، لو التاتو ما بيدخلش للطبقه اللي جوه اللي هي تسبب ان في دم يطلع وجرح، يبقى مسموح بيه او يجوز شرعا. انا سمعت ده ويعني ما حدش ياخد الكلام ده مني، انا مش ما بقولش فتوى، انا بقول سمعت صديقاتي كانوا بيحاولوا يقنعوني يعني، فقالوا لي ان الدكتور علي جمعه قال كده. اللي عايز يعمل وواقف عند حتة زي حالتنا كده أنا وسلمى وبعض زميلاتنا، يعني اللي واقف لسه عند حتة ولا لا حلال ولا حرام، يرجع للإفتة، لأنه ده حاجة مش يعني مش تافهة إنك تبقى عايز تطمن إنك ما بتعملش حاجة ربما لا تجوز شرعا. في كل الأحوال في بقى تاتو بيرمننت اللي بيقعد على طول، وفي التاتو اللي شوية وبيطلع، بقى في حاجات كتيرة جدا. إيه بقى القصة دي وإيه قصة التاتو اللي مكان دبلة الخطوبة ودبلة الجواز؟ وزي ما بقول والله بجد يا جماعة، طب لو فسخنا الخطوبة أو اتطلقنا هنطلع التاتو إزاي؟ مش عارفة، بس في حاجة اسمها كفر أب، دي هنفهمها في التقرير التالي اللي بتقدمه لنا زميلتنا سارة بجدي. الارتفاع في أسعار الذهب ومغالاة بعض الأسر في متطلبات الزواج، لجأ بعض الشباب إلى حلول اقتصادية لجلب خاتم الخطوبة بأسعار رمزية، حيث استقر البعض على شراء الشبكة من الفضة أو الذهب الصيني، في حين قلد البعض الآخر ظاهرة انتشرت بالمجتمع الغربي وهي رسم تاتو أو حنة مكان خاتم الخطوبة، وده طبعا كبديل اقتصادي أمثل لخلق الفرحة وحل مشكلة تزايد الأسعار. جت من بعد ما موضوع الذهب غلي والأسعار غليت والحاجات دي كلها، فاضطر الناس ان هم يلجأوا لأبسط حاجة تربطهم ببعض غير الدبلة، فابتدينا ان احنا نرسم أشكال دبلة في البداية، وبعد كده اشتغلنا ان احنا بنعمل أول حروف من أسامي بعض،
واشتغلنا كمان ان احنا بنكتب الديت المخصوص مثلا سواء للخطوبة سواء للجواز سواء لأي مناسبة مهمة، بقول الاتنين يكتبوا الكلام ده احسن من ان هم يشتروا ذهب، او دي حاجة بتفضل قاعدة معهم طول العمر فبتفكرهم ببعض اكتر. هو كان في ديزاينات وما زالت موجودة بيتقال عليه ترايبل تاتو. الديزاينات دي هي مجرد ديزاين بيبقى اشكاله ممكن تتعمل في اي مكان وباي حجم. فبدأت في اوروبا الفكرة ان الناس بدأت هما مهووسين بالتاتو فبيعملوا التاتوز في اي مكان، فبداوا يعملوه على الصوابع على شبه الرينج وكده. وبعد كده بدات تنتشر الفكره شويه بشويه، ناس بدات تيجي تكتب تاريخ جوازهم، ناس بدات تكتب تاريخ يعني تعرفهم ببعض، ناس بدات تيجي تكتب الاسماء بتاعتها. ومن هنا بدات تيجي الفكره دي. هنا في مصر بدا الشباب دلوقتي يدور على الموضوع ده. يعني ما بنديش نصيحه لحد لو شور انت مش هترتبط، يعني لو مش هتكمل، يعني في ناس كتيره بتيجي بعدين بتضطر ان هي تعمل كفر للموضوع. دايما الاشكال دلوقتي اللي بقت تطلب علشان الناس ان هي ترسم التاتو بتاعها، بقى الحاجات العربي بقت منتشره جدا ان هم يكتبوا اسامي بعض، او ان هم يبتدوا يكملوا اشكال ببعض، يعني هو يرسم رسمه وهي تكمل باقي الرسمه. في الغالب بيبقى في ديزاينات معبره مثلا عباره عن قلب مقسوم نصين مثلا، او في حاجه اسمها كيو اوف لاف بيبقى عبارة عن مفتاح في ناحية والقلب في الناحية التانية على هيئة قفل. واللي بدأ دلوقتي يطلب كتير الأسماء أو تواريخ لقائهم ببعض، يعني بيتعمل على هيئة خاتم. هو موضوع التاتو عمره ما هيغني ان يبقى فيه دبلة أو حاجة زي كده إلا لناس معينة. في ناس مثلا عندها حساسية من الذهب، في ناس عندها حساسية من الدبل عامة، أو ما بتعرفش تلبس حاجة، فالطرف التاني يبقى متضايق قوي، ايه ده انت ازاي مش لابس الدبلة بتاعتي او العكس. فبالتالي بقوا يعملوا موضوع التاتو علشان الدبلة، لكن في ناس بتبقى لابسة دبلة عادي جدا ورسمة تاتو برضو بتكمل بعض. دائما ما نسمع عن افكار غريبة بين المحبين لابراز هذا الحب، ولكن هناك هوس جديد بدأ ينتشر عالميا، فهل سيلقى قبولا؟ لا ما احبش اعمل كده، علشان خاطر يعني الموضوع بيبقى مرتبط مشاعر ما بين الاثنين، وبيكفي بس صدق المشاعر ما بين الاثنين يعني، والاخلاص في الحياه ما بيني وما بين زوجتي يعني. يعني مش حاسسها، يعني مش حاسه يعني كمصريين وعادتنا وتقاليدنا ان احنا يعني احط كمان تاتو اسمي انا ومراتي وكده، يعني ما فضلتش بصراحه الموضوع ده. هو توفير لو ان انا اجيب شبكه ولا اجيب حتى. يعني انت مع الفكره؟ مع الفكره اكيد يا فندم، عشان لازم طبعا الاحساس يبقى ما بيننا، ولازم اوريها قد ايه بحبها وكتب لها ذكرى على ايديا او الحاجه اللي هي بتحبها معايا. لا هو انا لو هعمل تاتو مش هعمل تاتو عشان حد، يعني هعمل تاتو عشان انا نفسي اعمل تاتو مش عشان حد. ما اعتقدش الموضوع هيبقى مناسب شويه بالنسبه لي، يعني هيبقى جديد ومش مناسب ما اعتقدش. يعني ليه؟ يعني هو موضوع غريب شوية على عاداتنا كمصريين، مش كل الناس بتتقبله يعني، فأنا بالنسبة لي مش هبقى يعني مهتم بحاجة زي كده يعني.